مرحبا. بنسين بتصير الشمس للزنار، يوم بعد يوم عم تكتشف الآثار السلبية اللي تركتها العاصفة الأخيرة من أضرار كتيرة بالمزروعات وكروم العنب وبستين الحمضيات اللي تسقطت ثمارها بفعل زخات البرد اللي انهمرت بغزارة بالعديد من المناطق اللبنانية وخصوصاً العكرية ساحلاً وجبلاً بفعل الرياح القوية اللي بلغت سرعتها 80 كيلومتر بالساعة وأتلفت أكثر من 90% من المزروعات، وخسروا المزارعين مواسمهم، وناشدوا وزارة الزراعة والهيئة العليا للإغاثة وكل المسؤولين لاتخاذ التدابير اللازمة والتعويض عليهم. بالعودة لطقسنا ربيع مستقر عم بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط مع تأثر منطقتنا بكتل هوائية حارة نسبياً، حرارة معتدلة، رطوبة عادية، البحر متوسط الموج، حرارة 119 درجة. يوم طقسنا بلبنان رح يكون غائم جزئياً مع ارتفاع بدرجات الحرارة فوق معدلاتها السنوية وهبوب رياح ناشطة أحياناً مع ظهور طبقات من الغبار بالأجواء. نبقى هلأ بجولة على درجات الحرارة اللي رح تسجل الليلة على الساحل 12، على المرتفعات 11 بالبقاع أو على المرتفعات 10 بالبقاع 4 والأرز درجة تحت الصفر، وجولة أخرى على درجات الحرارة اللي رح تسجل اليوم ببعض المناطق اللبنانية. إذن 24 بجبل محسن، فرن الشباك 25، ننتقل إلى برج رحال 25، يحمر 21، بحرصاف 23، وعيون إرغش 13. أما الرطوبة فبتتراوح بين 40 و65% حرارة سطح الماء 19 درجة وسرعة الرياح بين 10 و30 كيلومتر بالساعة، رياح شمالية غربية. كيف رح يكون الطقس اليوم واليومين اللي جايين؟ الليلة أدناها 13 أقصاها 25، نهار الأحد كمان 13 25، والتنين 14 أدناها وأقصاها 26. نبقى هلأ بجولة على درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية. خلينا نبدأ مشوارنا من دمشق 24، عمان 22، القدس 22، صنعاء 22، الرباط 18، وطرابلس 21، وأخيرا باريس 17. وهيدا كان كل شيء. باي.